نروح بقى للطفره الانشائيه في النادي الاهلي، وزي ما حضراتكم اكيد بتتابعوا معانا احنا كل فتره والتانيه لازم ايه نقول لكم على خبر جديد، حاجه استجدت، وطبعا دايما بتكون حاجات حلوه جدا اللي بتستجد في كل فروع النادي الاهلي المختلفه. امبارح وجه مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان لاستجابته وموافقته على اضافه انشاء مسجد وحمام سباحه جديد على المخطط الانشائي العام لفرع النادي الاهلي في الشيخ زايد، طبعا ده لتلبية رغبة كل الأعضاء وتوفير كل احتياجاتهم. بيجري حاليا تعديل القرار الوزاري الخاص بهذا الشأن بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وكمان جهاز الشيخ زايد، كما يجري في الوقت الحالي أيضا العمل على استخراج كافة التصريحات الخاصة بإنشاء المسجد وحمام السباحة الجديد، تمهيدا إن شاء الله للبدء الفوري في عمليات الحفر والإنشاء، يعني المزيد من الخدمات اللي بتقدم لكل الناس اللي بيروحوا فرع الشيخ زايد تحديدا من النادي الأهلي، إن شاء الله هيسعدوا في القريب العاجل.